لحاجة ثالثة اسمها ترافيك انتنستي. ترافيك انتنستي، ترافيك انتنستي برضو لها رمز ايه، طلع لا كل واحد بعطيها رمز، خلي بالك. اللي هي ده طلع يو تي لاي زيشن اوف اتشانل اوف اتشانل بير اور بير اور. وحدتها اسمها ايرلاند ايرلاند. الوحدة تاعتها اللي هي اليونت تاعتها، اليونت تاعت الترافيك انتنسيتي، خليني هذا اركز عليها شوي. يوتيلايزيشن اوف ذا شانل بير اور، يعني انا عندي واحد خمسة شانل، قديش تم الاستفادة من التشانل في الساعة؟ قديش تم الاستفادة للتشانل ايش في الساعة؟ نص ساعة، ربع ساعة، تلت ساعة. هي هاد ايش بنسميها بنسميها وحدتها بتسمى ايرلينج، معنى اخر نص ايرلينج ربع ايرلينج، الاستفادة في الساعة يعني اليوتيلايزيشن في الساعة. هاد وحدتها ايش ايرلينج. بقول بدل ما اقول يوتيلايزيشن في الساعه بقول ايش ايرلينج، بقول ايش ايرلينج. الان في اشي مهم جدا، انه انا لو ما بدي اقول حاجه اسمها اسمها او قانون عام، بدي اقوله ايه بتساوي لامدا في اتش، حيث ان الاير ترافيك انتنسيتي بتساوي معدل استلام الكولز او متوسط استلام الكولز في اتش في متوسط الفتره الزمنيه للكول. يعني بتطلع ترافيك انستنت متوسط ايش متوسط اليوتيلايزيشن، بتطلع الترافيك انستنت متوسط اليوتيلايزيشن بير اور. اذا ايه بتساوي لامدا في اتش؟ خلي بالك لامدا عدد الكولز في اليونت تايم، في اليونت ايش تايم، عشان الوحدة هذه اللي بتزيد بالاور، هذا يقول كولز بير اور. في الاتش يوتيلايزيشن قديش انا استفدت من التشانل، او قديش مدة بالضبط، قديش مدة المتوسط مدة الكول. مثلا متوسط الكول بقول مثلا نص اور ربع اور، يعني انا عندي اور ساعة، وهنا عندي ايش ساعة، ساعة بتروح مع ساعة، بطلع الجوب في ايش في الايرلينج. فلازم انا من اجي اعوض عن هذا، لازم اعوض عنها بالساعة، هذا الجزء اعوض عن اللمضة بالساعة، ولازم انا من اجي اعوض عن الاتش اعوض عنه ايش بالساعة. تمام. فلما انا اقول مثلا اكزامبل، اقول a user utilize channel، استخدم channel for 30 minutes، find a. في الحالة هذا ال a بتساوي 30 على 60 وتساوي قديش؟ نص hour او نص، بدل اقول نص سوري نص ايرلينج، نص ايش ايرلينج، لانه لازم احسب الوحده بالنسبه لميل للساعه. ف 30 مينت بحولها لميل للساعه، بعطيني ايش ايه بتصير ايش نص ايرلينج او نص يوتيلايزيشن بير اور اللي هي الايرلينج، نص يوتيلايزيشن بير ايرلينج اللي هي الاور. لو قلنا a user utilize a channel for 6 minutes. Find A. A بتساوي 60 على 60 وتساوي 1 ايرلينج، اللي هي ايش؟ وحدة اللي هي الترافيك انتنسيتي.
وانتيج ترافيك انتنسيتي. خلينا ناخذ شيء جديد اللي هو حاجه اسمها اللود. اللود اللي هو ترافيك انتنسيتي فور ذا انتاير سيستم. ترافيك انتنسيتي فور ذا انتاير سيستم، يعني ترافيك انتنسيتي بس لمين؟ لكل اليوزرز، لكل مين؟ اليوزرز في السيستم. عند ست اب تايم، الست اب تايم هو ذا تايم ذات نيدد فور انشيتنج ا كول او ريكوايرد تايم فور انشيتنج او استابليشنج اكول. يعني انت عشان تعمل كول مش بدك ترن رن وبدك تخبر المستلم انه واحد بده يكلمك، فبدت اجراءات بتصير قبل ما تصير المكالمه. الوقت اللازم فور انشيتنج او استابليشنج تركيب او تكوين او المكالمه او بناء المكالمه هو اللي هو السيت اب. ايش سيت اب تايم؟ في انا عندي حاجه اسمها جريد اوف سيرفيس. جريد اوف سيرفيس تصير جريد اوف سيرفيس. جريد اوف سيرفيس هي ذا ابيليتي، مهمه هذه، ذا ابيليتي اوف ذا يوزر to access a channel، انه يحصل على channel in the busiest in the busiest time في الوقت ايش؟ وقت الذروة. انه قدرة اليوزر انه يحصل على تشانل فوين؟ في وقت الذروه. في انا عندي جريد اوف سيرفيس ثلاث انواع. في عندي probability of blocking يعني انا باجي بتكلم تغرب بصير عملت بلوك لوست لمين؟ للمكالمة. بلوك للمكالمة يعني اللي برس المكالمة لوس ذا كول، بصير عملت بلوك للكول. في انا بروبا هاد مسميها ايرلانج بي probability of blocking. النوع الثاني probability of waiting، انه انا لما اجي اتكلم بلاقي الخط مشغول فبروح ايش؟ بروح بضل اظل على الطابور لما نخلص الخط، اللي هي بنسميها ايرلانج سي. ها بنسميها ايرلانج يا ويت يا بلوكينج لوست او دروبت، يا النوع الثالث اللي هو probability of getting access a channel. probability of access the channel انه انا بلاقيها فاضي ايش وبخش عليها. هذه grade of service. في عندي في ترانكينج سيستم في عندي ثلاث انواع او في اكثر من عين مشروعات: برايتي اوف بلوكينج ايرلانج بي، برايتي اوف ويتنج ايرلانج سي. المحاضره الجاي حناخذ مثال مهم جدا في ترانكينج سيستم. وشكرا. ناخذ مثال على الترانكينج سيستم. لو قلت اكزامبل، لو قلت لك فور اسيلر سيستم for system if require time if request time حكينا عنه. request time is lambda and holding time is h. find واحد traffic intensity for one user، اثنين بده
ترافيك، ترافيك انتنسيتي فور يو يوزرز، ثلاثة فايند اليوتيلايزيشن او فايند اللي هي ترافيك انتنسيتي فور وان شانل، ترافيك انتنسيتي فور وان شانل. ايش الحل تاع هذه؟ اول حاجه قال لي ريكوست تايم لامدا هولدنج تايم اتش ترافيك انتنسيتي فور وان يوزر، ترافيك انتنسيتي فور وان يوزر اللي نسميها رقم واحد، ترافيك انتنسيتي فور وان يوزر نسميها اي يوزر اللي هي بتساوي اي يوزر اللي بتساوي اي اللي بتساوي لامدا في ايش؟ في اتش، تساوي لامدا في اتش، ترافيك انتنسيتي فور وان يوزر اللي هي وحدة ايش؟ ايرلينج، وحدة ايش؟ ايرلينج. هذا ترافيك انتنسيتي فور وان يوزر. اثنين، ترافيك انتنسيتي فور يو يوزر اللي هي اي، ترافيك انتنسيتي فور انتاير سيستم، فور انتاير اللي هي اللود، هذه اللود فور اللي هي اي يوزر في يو، اي يوزر ايش؟ في يو. رقم ثلاثة اللي هي traffic intensity for each one channel اللي هي AC بتساوي A على كل channel or number of channel in the system، اللي هي C اللي هي number of channels in the system، number of channel of the system. بدي أنا أقول هنا إيش نوت، كيف أنت بدك تحصل على traffic intensity for traffic أو for one user. في أنا عندي علاقة، خلي بالك معي الآن، هذه العلاقة بعطيك هنا أو شيت بعطيك إياه شيت هذا احنا نعطيكها في الامتحان او عند حل المسائل، برسم علاقة ترافيك انتنسيتي للسل، قديش ترافيك انتنسيتي للسل مش للتير سيستم، للسل ترافيك انتنسيتي للسل، وبعطيك هنا مثلا probability of blocking او probability of wait او probability of wait، بعطيك هذه وبعطيك او بعطيك هذه probability of blocking. لو اعطيك probability of blocking probability of blocking اعطاك هذه معناها ايش؟ معناها ايش؟ ايرلينج بي اعطاك probability of wait معناها ايش؟ ايرلينج سي، تمام. وبروح بعطيك هنا كيرفات زي هيك، بعطيك كيرفات بقول لك هنا channel اللي هو channel number of channel in the cell، عدد للشانل للخلية الواحدة، سي مثلا هنا 100، سي هنا 200، سي مثلا 100، هنا سي بتساوي 50. فهو لو أعطاك قال لك probability of blocking أو ممكن يقول لك probability of هيك نفس هذه probability of blocking هذه whatever، وأعطاك هنا تنسي الخلية وقال لك إنه السي بتساوي 200، السي هنا 200، فأنت بتروح عند وأعطاك probability of blocking 1 من 100 مثلا، 1 من 100، فعند هنا 1% تمشي خط مستقيم لعند سي 200 بتنزل هان بعطيك قيمة مثلا 100 ايرلينج، هذا 100 ايرلينج. الترافيك انتنس لمين؟ للسل. بدك لليوزر، بتقدر تجيب لليوزر لهذا السل، بتقسم عدد الساعات قديش بتخدم السل، بتقسم المية عدد اليوزر، بتطلع ايش؟ ترافيك انتنس لمين؟ لواحد للايش؟ اليوزر الواحد. هذه ملاحظة حنستخدمها الآن في المثال
الآتي: لو أنا جيت قلت لك example a cellular system provider wants to provide service for 2 million residents. بقول لك cellular system provider, cellular system provider wants to provide service for 2 million residents. اللي هي number of president of number of نقول president of resident, عدد المقيمين في المدينة. عدد المقيمين في المدينة هو قصده هو 2 مليون, 2 في 10 و6 بيبل أو بيرسون, 2 مليون شخص المقيمين في المدينة. Ensuring that, بعدين قال لك ensuring that their call are blocked less than 1% of the time. يعني الكول تاعتها بتم بلوك للكول تاعتها بنسبة 1%, يعني probability of blocking اللي هي 1% of the time. يعني معدل البلوكينج للمكالمات تاعتهم اللي هي 1% من البلوكينج من الكولز, بصير عمليه عمليه ايش بلوكينج. بلوكد كول ار دروبد اور لوست. ايتش يوزر ميك ان افريج ميك فور كول. بقولي ايتش يوزر ميك فور كول ايتش consumed time 5 minutes, each consumed 5 minutes on average. يعني each user بيستلم request rate, قال لك request rate lambda on average, انه كل user بيستلم 4 call each user للساعة, قال لك للساعة. وقال لك كمان قال لك each of which lasts 5 minutes, يعني انه الهولدنج تايم الهولد تايم اللي هي الاتش بتساوي 5 minutes. تمام. وقال لك each cell support 30 channels of 10 كيلو اوف باندويت يساوي 10 كيلو هرتز. يعني كل تشانل اللي هي 10 باندويت يساوي 10 كيلو هرتز. How many cells are needed. اذا باختصار عندي 2 مليون شخص, operator of blocking 1%, request rate 4 call, holding time 5 minutes on average, each call support each cell, كل خلية support 30 channel, كل channel الباندوست 10 كيلو هرتز. How many cells أكم cells أنا محتاج, أكم cells أنا محتاج عشان أخدم اللي هو number of resident اللي هو 2 مليون بيرسونز. هذه المطلوب. أول حاجة كلت الحل السوليوشن. بقول هنا أنا أقول A بتساوي AU ضرب U. خلصنا, خلص. بدي الآن بدي أعرف AU. AU قلت لكم لمضة في H أعطاني إياها, لمضة اللي هو أعطاك إياها 4 call per hour, 4 في الأور, holding time 50 minutes, بدي أحولها ساعة كله. إذن 5 minutes بتصير على قديش؟ على 60, بعطيني هنا بتساوي اللي هي 1/3 إيرلينج. ثلث إيرلينج هي إيش؟ AU. الآن لو أنا جيت هنا العلاقة بين البروبابيليتي أوف بلوكينج, قديش بروبابيليتي أوف بلوكينج؟ قال لي 1%, هاي 1%. باجي على الشيت باكون معطيك, وقال لك السي قديش بتساوي؟ السي 30 تشانل.
السي يعني الخليه الواحده قديش؟ 30. وهنا كيرفات كثير ابصر، بتروح انت توصل هان 30 تشل، لما تلاقي ال 30 تشل بتروح بتنزل هان، بتلاقي القيمه هذه، هذه القيمه للسي بتساوي 30، تنسى كل هذا بتنساه، تاخذ بس هذا السي 30 زي ما اعطيك في السؤال، بتلاقي ترافيك انتنستي اي للسيل اللي هي بتساوي 20 ايرلنج للسيل. اذا الترافيك انتنستي للسيل 20 ايرلنج، اذا لو سالتك سؤال هنا، هذا للسيل 20 ايرلنج، ترافيك انتنستي لليوزر واحد بيستهلك ثلث ايرلنج، كم يوزر عندك؟ قلنا احنا ترافيك انتنستي اي بتساوي اي يو في يو، اذا يو بتساوي اي للسيل على اي يو، اي للسيل قديش اعطيك اياها؟ 20 ايرلنج على ثلث، على ثلث اللي هي بتساوي 60 يوزرز، 60 يوزرز للسيل، 60 مستخدم ايش؟ للسيل. اكم سيل نمبر اوف سيلز، نمبر اوف سيلز required، number of sales required to cover 2 مليون، 2 مليون resident بتساوي اللي هي 2 في 10 اس 6 على 60 وتساوي 33 في 10 اس 3، يعني 33 ألف سيلز، عشان أنا من 33 ألف سيلز من هذا النوع عشان أغطي 2 مليون مقيم في المدينة. مبارك الله فيكم.